طبعا اليوم تم التنصيب ديال عميد كليه الحقوق بفاس، واعتقد على ان المهمه اليوم اللي تحدثنا عليها من خلال الكلمه الافتتاحيه هو ضروره تطوير هذه المؤسسه لكي ترقى لمصاف المؤسسات على المستوى الوطني. فاليوم كليه الحقوق بفاس فيها اكثر من 31 الف طالب، فيها اكثر من 5 مسالك على مستوى الاجازه، مجموعه من المسالك المهنيه، مجموعه من المسالك على مستوى الماستر. هذا كيتطلب منا في ظل هذه التحديات ان نرتقي بهذه المؤسسه، ان على مستوى البنيه التحتيه او على مستوى طبيعه التكوينات الموجوده. واظن على ان الكفاءات والطاقات كاساتذه واطر واداريين وطلبه من مستوى عالي، من الممكن ان نركب الصعاب والتحديات لنجعل من كليه حقوق فاس كما كانت في الماضي رائده ومتالقه.